TLC آخر مهرجانات WWE الشهرية المدفوعة في 2018 أقيم في سان خوزي كاليفورنيا، وكان فيه 13,000 متفرج. ابتدى عرض الكيك أوف اللي كان ساعتين، فيها مباراة لقب الوزن الخفيف احتفظ فيها البطل بادي ميرفي على بطولة ضد سيدريك ألكساندر، ولايس فاز على لاشلي في مباراة سلالم قدر فيها يسبق ويأخذ الجيتار من فوق. المضحك اللاشلي وليورش يجلدوه بالجيتار بعد المباراة، مباراة كانت عادلة وعطت الاثنين حقه. أما في بداية العرض الرئيسي فكارميلو وتروث صاروا الرقم 30 في مباراة الرويال رامبل النسائية والرجالية لأنهم فازوا على جندر وأليشيا فوكس. البار احتفظوا بلقبهم في مباراة أخذت أقل من 12 دقيقة ضد النيو داي والأوسوس. برون سترومان دخل وما زالت عليه أثار الإصابة، وحسب الأخبار المسكين باقي مصاب. فإيش سووا دبلي علشان يفوز؟ خلوا روس الرو المحبوبين فقط يدخلون معاهم كرتانجل وجلدوا كوربن وفاز عليه سترومان في غمضة عين. ناتاليا فازت على روبي رايت في مباراة قصيرة جدا، كانت مباراة تيبلز. فين بالر انتصر على درو ماكنتاير في مباراة ما أعطاه وقتها المستحق، أخذت فقط 12 دقيقة. وطبعا زيجلر ساعد بالر كما هو متوقع بتشتيت ماكنتاير. طبعا بعد المباراة قلب على بالر في الباكستيج وكأنهم تقريبا ندمانين على تحويل زيجلر للشخصية المحبوبة قبل أسبوع. ميستيريو فاز على راندي أورتن بالتثبيت السريع في مباراة تشيرز أو كراسي، كانوا يقدرون يقدمون أكثر من كذا بكثير. روندا روزي أخضعت ناي جاكس في مباراة لقب عرض روني ساي، وتدخلت روندا بالمين إيفنت اللي طاح بشارلوت وبيكي من أعلى السلم وتسببت بفوز آسكا بلقب نساء سماك داون. دانيال براين انتصر على أي جي ستايلز بالتثبيت السريع واحتفظ بلقبه في مباراة استمرت لأكثر من 23 دقيقة وحصلت 4 نجوم ونصف. براين يغلق أفضل عداوات دبليو في 2018، وستايلز قد يعلن الرحيل لعرض موندي نايت رو. خطف دين أمبروز لقب القارات من سيث رولينز في مباراة كان رتمها هادئ شوي على عكس بنائها اللي كان يدور حول أمور شخصية. سيث قد يتجه للمنافسة على الرويال رامبل في يناير القادم.